زي ما حضراتكم عارفين ان احنا النهارده ليله مباراه منتخبنا الوطني، فتعظيم سلام لمنتخبنا الوطني. الليله ليله وليله مش سهله، والاعصاب فيها مشدوده. الاعصاب فيها ايه؟ مشدوده. والنفس بالعافيه، تاخد النفس وتطلعه بالعافيه، وبعدين بقى ايه؟ ما بين احلام وكوابيس. الله، شوف اللقطه بتاعت ان احنا بنشيل الكاس، وبعدين كابوس ان احنا ما بنشيلش الكاس. بص، هي مشاعر دائما تكون ممزوجه بالحذر والخوف والتفاؤل. بس هرجع واقول، وكلامي موجه للعيبه منتخبنا الوطني، انتوا رجاله، ولاد رجاله، ومحدش يقدر يقول عليكم نص كلمه. واتخن تخين كان بيشكك في قدراتكم جاب ورا، واي حد في القاره قال كلمه على منتخب مصر سحبها بلع ريقه بالعافيه. ليه؟ لانه عرف قيمه المنتخب. مين اللي عرف الراجل ده قيمه المنتخب؟ انتوا كلاعيبه منتخب مصر. احنا كجمهور مرضيين جدا جدا جدا، وسعداء بالروح اللي موجوده، وعارفين انه في ظروف صعبه جدا انتوا مريتوا بيها. النهارده الكابتن وائل جمعه بيقول لك انا شاركت في بطوله امم افريقيا، بس دي اصعب بطوله اشوفها في حياتي، وهي فعلا كده. بطوله صعبه. بس هقول لك بصراحه، انت طمعتنا، فما ينفعش تخلى بينا. قربت قوي وفاضل لها تكه، فركز معانا في التكه، ابوس ايديك علشان تبقى ملفوفه لفت بالشريطه كده، جاتوه كده. والشريطه دي عارفها؟ الشريطه دي احنا مرضيين، والله مرضيين، بس احنا عايزين الشريطه اللي في الاخر، الكريزه اللي فوق التورتايه. عايزين الكاس، طمعانين فيه قوي، وعارفين ان مفيش حاجه صعبه عليكم، وعارفين انه انتوا لاعبين ماتش زياده اكتر من السنغال اصلا، باحتساب الاوقات الاضافيه اللي بغير وجع الاعصاب، بغير الاصابات، بغير حاجات كتير. فاحنا مقدرين، والله مقدرين، مقدرين جدا. بس يعني ايه؟ هي فاضل لها حته، فدوسوا على نفسكم. شفت فيديو لصلاح بيقول ندوس شويه على نفسنا يا رجاله هتكسب. فدوسوا على نفسكم شويه. فدوسوا على نفسكم شويه.